الخروف المغربي يملك قرونا مميزة وعرفا طويلا تحت ذقنه. يتواجد الخروف المغربي في الصحارى الواقعة شمال افريقيا، ويستطيع الوقوف على قوائمه الخلفية للوصول الى اوراق الاشجار العالية. لكن الحيوان السري ليس خروفا، خلق الله تعالى للعلم جسما غريبا لدرجة ان رسومات له عثر عليها على الصخور رسمها رجال القبائل السابقون. العلند من اكبر الظباء في العالم، وله مقدرة مدهشة على القفز فوق بعضه البعض دون الحاجة الى الركض، وبامكان الحيوان السري ان يتحرك بطريقة غريبة ايضا، لكنه لا يقفز فوق بعضه البعض.